أعرفك على أخواتي وحبايب قلبي. ياسمين أمي غضبانة. من إيه؟ من إيه؟ لا مش من حاجة، هي اسمها غضبانة لوحديها. أوكي، هاي تنصي حضرتك. أهلا وسهلا، ودي سلام دي، تعالي في حضني تعالي. رقبتي يا طنط بس، رقبتي وحشاني وحشاني. رقبتي يا طنط، رقبتي. ما شاء الله. هاي كيفك طنط حجة؟ يا مري، شفت المسلسلات التركي بتعوش لسان الناس كيف؟ تركي ايه يما؟ دي اختي زينب. يا الله شو كيوت امك. بيافينو شنو مدام؟ من وسهلا. اخر العنقود. اخر العنقود؟ هو ابوك كان لسه فيه نفس؟ امال ايه؟ ابويا كان جامد. ابويا مات وهو بيخلف يما. ما شاء الله. ايه الحلاوه دي؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا طنط؟ عسل يا ولاد. انت اسمك ايه؟ جود. مش موضوعني. بص يا جود، انت منهنه ورايح انت واخواتك تقولوا لي يما غضبان. اوكي. اوكي.